لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ لأنه هذا سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى تجيب هذا السائل ما لم يتضمن ضرر على المجيب أو إعانة على المنكر. جاء الشيخ خارج من هنا، قابل واحد عند الباب، قال أسألك بالله، من طالب علم ودرس في كتاب التوحيد، أسألك بالله 10 ريال والله مصدق أبغى أشتري بكرة دخان أشرب وأروح، أسألك بالله تعطيني؟ ها تعطيني؟ لا. قال كيف؟ سؤال بالله. قال هذا إعانة على منكر. قال الدخان منكر؟ قال نعم. من يقول أن النسب منكر؟ منكر ونسب. نعم. أو ضرر على من؟ على المجرم. هذا الأخ يشبه أحد من الإخوة، فجاء قال والله مضطر للسفر، أريد أسافر، تعرف تأشير الخروج العودة، وأنتم ما شاء الله عندكم جنسية مفتوحة، فأنا أخذ جواز سفر وسافر وأرجع، ما نحسب ولا شيء، سافر بجوازك وأرجع، وش الإشكال؟ صحيح؟ أسألك بالله تعطيني جواز السفر، ضرر على المجيب، لكن إذا كان لا يوجد ضرر يصح. طيب يأتي بعض الناس وأنت تشتبه فيه، ممكن يبغى دخان وممكن يبغى طعام. فقال أعطيني 10 ريال أبغى أكل، وأنت تشك في أنه يبغى مخدرات ودخان وكذا، إيش تصنع؟ تقول تعال معي أنا أشتري لك طعام من المطعم من هنا، أشتري لك طعام، أو اذهب إلى المطعم واتصل عليه من المطعم أنا أحاسب مثلا بالأنظمة الحديثة، مثلا يصح؟ نعم هذا أحسن وأولى، مفهوم؟ نعم.